أنا حسين الحمري من عشيرة اليسار. نشكر قوات سوريا الديمقراطية على توفيرها للأمان والاستقرار بالمنطقة، ونشكر حمايتها للمنطقة، وإحنا كل أماننا واحد إن شاء الله، وسوريا للكل، وأمان الواحد أمان الكل. وأكثر ما يهمنا الاستقرار والأمان، ونطلب من رفاقنا المزيد من الأمن والاستقرار، والله يحمي الكل ويستر الكل إن شاء الله. من خلال هالأحداث هي اللي أوفرت الأمان والاستقرار بهالمنطقة، يعني هي أفضل 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 دور هي أخذته سوريا الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية. أفضل وجود على الأرض وأمان على الأرض هي قوات سوريا الديمقراطية، ونشكر قوات سوريا الديمقراطية، والأمان إن شاء الله دوما موجود سايت الله سايت الموجودين على هاي القوات. والله الدليل على الأرض موجود، يعني الدليل على الأرض موجود، يعني كل القاسي والداني قاعد يشهد على الواقع، واقع الأرض موجودين بكل مكان، ومحمين كل مكان، ومأمنين العيش بكل مكان. وأنا أبناء العشائر أشجعهم وأناشدهم أنهم يساندون قوات سوريا الديمقراطية، ويأخذون بعين الاعتبار ما قاعد يدور حوالينا، وهذا ما نطلبه منهم. أنا أقول يكفي عبث بدم الشعب، يكفي لعب بأمان الناس اللي لا حول ولا قوة لهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. محمد المصلح من عشيرة البوعاصي. قوات سوريا الديمقراطية قوات مختلطة من نسيج الشعب كله، سريان، عرب، كراد، من جميع الموجودين بالمنطقة. قوات سوريا الديمقراطية هي اللي حررت المنطقة، يعني أغلب المنطقة تحريرها من قوات سوريا الديمقراطية، من الإرهاب، طرد الإرهاب، والحفاظ على ممتلكات البلد، والدفاع لحد الآن، يعني بالدفاع عن أرض الوطن باتجاه الاحتلال التركي طبعا، والطامعين بالأرض السورية، هم الدرجة الأولى الواقفين بوجه الأطماع هذه، وقدموا من التضحيات للبلد كثير. هذه الفتنة يعني لازم احنا وعينا لها، لأنه سوريا تدمرت كامل من وراء الفتنة. وأصلا معروف رأس الفتنة صفه وين، يعني كل العالم وكل الدنيا تعرف رأس الفتنة وينه. رأس الفتنة هو مصفي جارتنا تركيا، يعني هذه هي اللي جاءت تلعب على الوتر هذا. وحتى اليوم يعني تعدت سوريا إلى الوطن العربي بالكامل على هالدق على هالوتر هذا، وإن شاء الله فاشلة. أوجه نداء لأهل المنطقة أنهم يتكاتفون ويظلون بهالوضع هذا، ويحافظون على أمنهم وأمانهم وعلى بلدهم وعلى منطقتهم. وبنفس الوقت يعني نطالب كل القائمين على العمل هذا إن شاء الله إلى السلم والسلامة بسوريا بالكامل.